وانا ماشي ساهل. صباح النور عليكم كاملين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واموركم هانيه. مبروك عليكم السنه الجديده، يا ربي تدخل عليكم بالصحه والراحه وتحققوا فيها الاحلام ديالكم وتوصلوا للاهداف ديالكم، يا ربي امين. والله يجعل سيدي ربي يهز علينا هذا الوباء على الامه الاسلاميه وعلى العالم كامل يا ربي. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم الجزء الثاني ديال العراضه بهذوك الاطباق الهماويه اللي غادي نحطوهم من التقاليد ديالنا المغربيه، طبق ديال التريد وكذلك طبق ديال اللحم بالبرقوق وكذلك بزاف ديال الحويجات. فبقوا معايا حتى التالي ديال الفيديو وفرجه ممتعه. صباح النور عليكم كاملين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واموركم هانيه. اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم الطبق ديال التريد بالدجاج وباللوز. فكيف ما شفتوا معايا في الفيديو البارح، بديت معكم التحضيرات المسبقه، شرملنا هذاك الدجاج ديالنا كيف ما كتشوفوها، هو بات في ديك الشرموله باش هكذا كيتشرب ليا هذوك التوابل مزيان وكيجي ملدد. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال الطياب ديال الدجاج. فشنو غادي نحتاجو؟ بسم الله، غادي نحتاجو لواحد البصيله كبيره بحال هكذا مقطعه مشلضه، من الاحسن تكون الحمراء. غادي نحتاجو واحد الربيطه بحال هكذا ديال ما بين القزبر ومعدنوس. هنايا الملحه غادي نحتاج غير شي حاجه قليله، لانني البارح درت الملحه في الشرموله، فما غاديش نكثر هنايا لان ديجا هاد الطبق كيجي مالح. غادي ندير سكينجبير، واحد المعلقه كبيره بحال هكا ديال سكينجبير. غادي ندير معلقه ديال الخرقوم البلدي، غادي ندير غير واحد شويه ديال الابزار، ماشي بزاف يعني، واحد ما كاملاش نص معلقه. غادي ندير عويدات ديال القرفه بحال هكذا، وغادي نحتاجو زعفران. هذاك الكاس اللي خلطت به البارح شوفوا ها هو ملي بات هنايا، شفتوا شحال طلق مزيان. مهم اللي عنده زعفران الشعره يستعملو بحال هكذا، واللي ما عندوش فماشي مشكل يستعمل الضامة ديال زعفران، يدير هكذا واحد جوج ديال المكعبات صغيره. ودابا بطبيعه الحال غادي نحتاجو الزيت، الزيت الكميه اللي تكفاني هنايا صافي. وغادي نضيف كذلك واحد الملعقه ديال الزبده، دائما الليدان كيبقى على حسب الكميه ديال الدجاج اللي درتو. انا عندي ثلاثه دجاجات فغادي نحتاج غير هكذا واحد جوج ديال المعالق صافي. صافي غادي نخلط هاد الشرموله ديالي كامله، وغادي ندوز باش نحط فيها داك الدجاج ديالي. نسيت ما زدت معاكم المسكه الحره، المسكه الحره غادي نضيف واحد ثلاثة حتى لأربعة بحال هكذا ديال الحبات ديال المسكه الحره، ما تخافوش منها راه كتذوب هي. صافي كما قلت لكم غادي نخلط مزيان، ومن بعد غادي نضيف هذاك الدجاج ديالي وغادي نخليه يتقلى في هاد الشرموله هادي. اذا الدجاج ديالي ها هو، راني وضعته فوق النار كيف ما كتشوفوا، حطيتو في هذيك البصيله وداك الشيء بحال كيتشحر وكيتقلى شويه في هذوك التوابل. وهنايا كنحاولوا اننا نقلبوا الدجاج، كل مره نقلبوه على جهه هكذا باش ديك الجلده ديالو ما كطيرش، يعني ما كتلصقناش في القاع ديال هكذا ديال الطنجر، وضيع لنا هذيك الجلده ديالنا اللي كنبغيو باش نحمروها كتعطي المنظر زوين. انا من حطيت الدجاج ديالي هنايا ها هو، غادي نضيف هذاك المرق اللي بقى لي
من هذيك الشرموله ديالو ديال البارح، زدت فيها شويه ديال الماء وغادي نخليه يتقلى، وانا كنقلب فيه هكذا كل مره على جهه حتى كي يتحمر ليا يعني من جميع الجوانب. صافي ديك الساعه كنمرق عليه، كنضيف له الماء، وكنغطي على الطنجير ديالي، وكنخلي الدجاج ديالي كيطيب ليا على المهل. صافي وغادي ندوزو باش غادي نديرو حويجات اخرين. بقاو معايا. صافي دابا هو الدجاج ديالي تقلى ليا من جميع الجوانب ديالو. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نضيفو الماء الكافي، غادي نمرقو، غادي نقلبو الدجاج ديالنا على الجهة ديال الصدر، وغادي نزيدو بحال هكذا الماء اللي غادي يكفيني باش غادي يطيب لي فيه الدجاج ويشيط لي باش غادي نسقيو به هذاك التريد. دابا غادي ندوز معكم الطريقه ديال الطياب ديال البصله اللي غادي نحتاجو للتريد. فعندي هنايا واحد جوج كيلو ديال البصله البيضاء، قطعتها هكذا رقيقه، غادي نضيف عليها شويه ديال المليحه بحال هكذا، غادي ندير كذلك شويه ديال السكينجبير، غادي ندير الخرقوم البلدي، يعني التوابل اللي درتهم في الدجاج هما اللي غادي نعاود نديرهم في هذيك البصيله ديالنا. غادي ندير كذلك شويه ديال الابزار، غادي ندير هكذا عويدات ديال القرفه، والقرفه حتى التالي، وغادي نزيد واحد شويه القرفه بودره، يعني هي اللي غادي نزيدها في التالي، شويه ديال زعفران الشعره، شويه ديال مسيكه حره، وغادي نضيف شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف واحد المعلقه عامره مزيان ديال الزبده بحال هكذا مزيان. صافي غادي نرد البصله ديالي كطيب غير بشويه وكتشحر لان هي غادي تقلال، حتى من بعد وغادي نكمل معكم الطريقه ديال الطياب ديالها، وتشوفوا معايا شنو هو المكون اللي غادي نزيدو لها في التالي، وغادي يعطيها واحد البنه وواحد اللذه زوينه بزاف. هنايا هانتوما كتشوفوا داك الدجاج ديالي ها هو راه طاب. صافي هنا الا بغيتو يتحمر غير هكذا بلا ما تدخلوه للفران، كتعريو عليه وكتخليوه بحال هكذا مع داك الهواء اللي كيبقى يضرب فيه وهذيك النار اللي شاعله من تحتو، صافي هنايا كيبقى يتحمر غير بوحدو. بغيتو دهنوه بشويه ديال الزبده مع العسل، حتى هذا كيجي لذيذ بزاف، كتدخلوه باش يتحمر ديك الزبده مع داك العسل كيجي لذيذ لذيذ بزاف. بغيتو تكتفيو غير بالزبده بوحدها كتكتفيو بالزبده بوحديتها. هنايا بالنسبه لهذيك البصيله ديالنا هانتوما تشوفوا، انا خليتها هنايا مازال ما زدت لها لا ما لا حتى شي حاجه. شفتوا الا كنتو مقابلينها بحال هكذا وكتخلطوا يعني واقفين عليها، صافي خليوها كطيب غير ديك غير ديك الماء اللي كتلقوا هي بعدا نيت، ولكن نقصوا عليها العافيه، يعني العافيه خصها تكون مهيله. الا كنتو مشغولين وعندكم ما يدار فهنايا زيدوا لها شويه ديال الروا ديال هذا ديال الدجاج. انا هكا غادي نهز شويه ديال الروا ديال الدجاج وغادي نزيدوا عليها بحال هكا. صافي ونخليها كطيب على خاطرها حتى كتختر مزيان، المهم حتى كطيب. وغادي نرجع باش نعطيكم واحد المكون اللي غادي يزيد لها واحد اللذه اللي هي عجيبه بزاف. اذا هنايا كتشوفوا بالنسبه للبصيله ديالي فكيف ما كتشوفوا راها طاحت، غادي نضيف عليها جوج ديال الملاعق ديال العسل، ها هي الملعقه الاولى، غادي نضيف المعلقه الثانيه ديال العسل. كما قلت لكم اللي بغى يعوض بالسكر يعوض بالسكر، ماشي ضروري العسل، ولكن كيزيد لها
واحد اللذه كتجي لذيذه بزاف. هنايا غادي نضيف العقريفه، ومن بعد المكون اللي قلت لكم عليه هو هكذا اللوز مقلي ومهرفش كيف ما كتشوفوا بحال هكا. صافي كنخلطوا هاد المكونات كامله، وكنخليو هاد البصيله ديالي حتى كتوقف مزيان يعني. صافي ما كتبقى فيها حتى شي قطره ديال الماء، وكتقال وكتعسل مزيان. وعاد غادي نضفي ليها البوطه، وغادي نحيد لها هاد العويدات هادو ديال القرفه. كنا شفنا الطريقه ديال النصيب ديال الدجاج، دابا غادي ندوزو للحيمه ديالنا. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا قطع مخلطه ما بين اللحم ديال البكري واللحم ديال الغنمي. راكو عارفين كنديرو بحساب الناس هكذا، شي واحد اللي ما كياكلش اللحم ديال الخروف فممكن انه ياكل هكذا اللحم ديال البكري اولا ديال العجل. شنو هي اللحم ديال العجل؟ انايا قطعته هنايا شويه صغير لان كان عندي مورسو كبير، قطعته بحال هكذا على جوج. وطريفات الكبارين هادو خليتهم كبارين ديال الغنمي، لان الغنمي كيدوب اما البكري فكيبقى شاد في راسو. المهم دابا غادي ندوز معاكم لهنايا الطريقه. طريقه سهله ما فيهاش شي تعقيدات. انايا طريقتي هذه هي ديال البرقوق، هادشي اللي كندير اللحم البرقوق يعني. صافي غادي نبدا نحط هكذا لي مورسو ديالي ديال الحيمه في كوكوت، ولا ممكن ديروا هكذا شي طنجير، ولا المهم كتحطوهم في الكوكوت ديالكم بحال هكذا. وغادي نضيفوا عليهم بصيله مشلضه حمراء كبيره بحال هكذا، كنضيفوا بحال هكذا غير كامل. كنضيفوا الزويته ديالنا، عندي هنايا زعفران شعران كنطيب به بحال هكذا سيرتو في المناسبات، كيعطي واحد اللذه زوينه هكذا للاطباق ديالنا. دابا غادي نضيف التوابل، الملحه ما كنكثروش لان هاد الطاجين كيجي شويه حلو، ما كنكثروش الملحه. صافي شويه ديال الملحه، غادي نضيف هنايا شويه ديال سكنجبير، غادي نضيف شويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود ماشي بزاف، وغادي نضيف الخرقوم. سمحوا لي كنتقطع ليا الفيديو، غادي نكمل معكم التوابل. انا هنايا ضفت الخرقوم البلدي، ومن بعد زدت البودره ديال القرفه، يعني القرفه بودره ماشي عواد. اللي عندها عواد ممكن دير القرفه عواد، واللي كتبغي ديرهم بجوج ممكن انكم تخلطوهم بجوج، ما كاين حتى شي مشكل. انا هنايا كندير القرفه بكثره من الاول، وكذلك حتى بالنسبه للماء كنمرق مزيان من الاول، لان كنبغي يكون عندي واحد الروال اللي ناخذ منه هكذا شويه باش غادي نطيب فيه البرقوق. كيعجبني ان البرقوق يتنسم بديك المريقه وبديك العصاره ديال اللحم مع دوك التوابل، فكيجي لذيذ لذيذ بزاف. جربوه بهذه الطريقه راه غادي يعجبكم بزاف، وطريقه سهله ما فيهاش حتى كثره الوقاف ولا دغيا كيوجد. كديروا ديك الحيمه ديالكم كطيب هكذا على المال، وكتعطيو ليها وقتها ولا حقها في الطياب، وكتخليوها في التالي كتلقاوها طايبه وكتجي يعني فتيه وداخلها الطياب ولذيذه. هلو شوفوا هنايا عندي البرقوق اللي مغسول مزيان. دابا غادي نكب عليه من الروا ديال اللحم اللي طاب. انا كيعجبني البرقوق يجي منسم بداك المريقه هكا وديك اللذه ديال داك اللحم، فغادي نضيف عليه الروا ديال هذاك اللحم هذاك، وغادي نخليه يطيب حتى التالي. وكنضيفو واحد على حسب الذوق، على حسب السكر على حسب الذوق، ولكن اللي بغى يعوض السكر بالعسل يعوضو بالعسل، فما كاين حتى شي مشكل. صافي بهذه الطريقه البرقوق ديالنا كيجي لذيذ وكيجي منسم
احسن من هذيك الطريقه ديال مثلا اللي كيفوروا او اللي كيدوزوا هكذا في، يعني كيعسلوا في الزبده وفي القرفه وهذا. انا صراحه هذيك الطريقه ما كتعجبنيش، ولكن هذه كتعجبني، كيجي بها الديد، وجربوها راه غادي تعجبكم. اذا دابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا مع بعضنا واحد الكيكه ديال الجزر اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف. غادي نحتاجوا المكونات ديالها 300 غرام ديال السكر سنيده، غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات كبار، غادي نحتاجوا 100 غرام ديال القرقاع كونكاسي، غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الجزر مبشور تحكيتو في الحكاكه الرقيقه، غادي نحتاجو كذلك هنايا الدقيق عندي 160 غرام ديال الدقيق راه مغربل، غادي نحتاجو كذلك هنايا معلقه ديال القرفه، معلقه ديال سكينجبير، شويه ديال المليحه، غادي نحتاجو 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، غادي نحتاجو السكر الفاني، وعندي 150 مليلتر ديال الزيت النباتية. إذن أول حاجة غادي نبداو بها هي أننا غادي نخلطوا النواشف مع بعضياتهم. فشنو غادي نديرو؟ غادي ندير هذاك الساشي ديال الفاني هنايا مع الدقيق ديالي، غادي ندير كذلك الخميرة ديال الحلويات، عندي جوج ديال لي ساشي من فئه 8 غرام، يعني مجموع 16 غرام ديال الخميره. ممكن تستعملوا هذيك اللي فيها 7 غرام ماشي مشكل، المهم ديروا جوج ديال الاكياس ديال الخميره. وغادي ديروا سكينجبير، القرفه، وكذلك ديك المليحه. صافي، وكنخلطوا هاد النواشف هكا كاملين بحال هكذا، وغادي ندوزو باش غادي نطلعو البيض ديالنا. هنا بالنسبه لطريقه التحضير ديال هاد الكيكه ما كاين ولا اسهل. غادي نحتاجو اننا نضربو هذاك البيض مع السكر. غادي انايا استعملت هنايا هذاك الباتور ديال البيتران ديالي، نتوما ممكن تستعملو غير الباتور اليدوي، هذه راه غير كيكه عاديه، يعني هنا ما غاديش نحتاجو اننا نطلعو البيض اون ناج ولا شي حاجه، لا غير يبيض لينا هذاك الخليط صافي، وكنضيفو عليه الزيت صافي حتى كينسجموا لينا المكونات. وغادي نبقى نضيف هذوك النواشف، الدقيق مع ديك القرفه وسكينجبير وديك المليحه والخماره والفاني صافي. وهنا كنضيف الكميه ديال الجزر ديالي، كنبقى نخلط صافي. هنا كنوقف الباتور، وهذاك القرقاع كنخلطو غير بيدي، ما كيحتاج انك تضربوه بالباتور، غير هكذا بيديكم كتخلطوا وصافي. ها هو الكيك او الخليط ديال الكيك ديالكم واجد. دابا بعد ما وجدت لينا الكيكه ديال الجزر، غادي ندوزو باش نصاوبو الكريمه. بالنسبه للكريمه انا غادي نحتاج لهاد الويبين كريم، هذه هولالا نورمالمون هذه فيها السكر، ولكن داكشي اذواق، الا بغيتو تزيدو شويه ديال السكر ممكن. عندي هنايا واحد ساشي ديال الفاني، وعندي هنايا الجبن ديال الماسكاربون. انا هنايا عندي الماسكاربون، نتوما الا بغيتو ديروا الفيلادلفيا ديروا الفيلادلفيا، على حسب داكشي اللي متوفر. عاوتاني الا ما بغيتوش ديروا كاع هذا، ديروا كيري، عرفتوا هذاك الجبن الكريمي ديال كيري هو اللي غادي تستعملوه مع هاد اولالا.
صافي كيجي داكشي زوين، والكريمه كتجي لذيذه، يعني ما كاين حتى شي تغيير يعني في المذاق، سواء استعملتوا الماسكاربون ولا الفيلادلفيا ولا كيري، كيعطيكم نفس النتيجه. صافي غادي ندوز دابا باش غادي نحط هنايا هذاك الجبن ديالي، وغادي نزيد عليه الكريمه باش غادي نطلعهم مره واحده. صافي غادي نزيد عليهم كذلك هذاك الساشي ديال الفاني، وغادي نخلي كل شيء يطلع لي مره واحده. هنايا الكيك ديالنا ها هو طاب، شوفوا كيفاش كيجي، غير اللون ديالو كيجي كيشهي، معاه كيغلب عليه داك اللون هكذا ديال الجزر، فكيجي زوين. كتحاولوا انكم تقسموه هكذا على ثلاثة، كتستعملوا ديك الطريقة ديال الخيط، او لا تستعملوا هكذا غير شي موس هكذا اللي هو كبير. صافي كتقطعوها على ثلاثة، وكتبقاو ديروا طبقة ديال الكريمة، كتضيفوا من الفوق هكذا شوية ديال الكراميل، وكتزيدوا شوية ديال الكركاع كونكاسي، كتزيدوا عاوتاني الطبقة الثانية، وكتعاودوا نفس المراحل، كتوليو ديروا الكريمة، وتوليو ديروا شوية ديال الكراميل، وتزيدوا هكذا داك الكركاع، وانتوما غاديين بحال هكذا. صافي حتى كديروا الطبقات بثلاثة، وكتحاولوا تغلفوها كاملة بديك الكريمة. هنا الحاجة اللي كنأكد عليها هو انه ما يحتاج انهم يكونوا عندك ادوات بروفيسيونيل، غير هكذا بالمعلقة وغير بشي موس هكذا كبير، ممكن انكم تقضيوا الغرض وتغلفوا الكيكة ديالكم كاملة. وصافي، مهم بالنسبة للتزيين، انا زينتها من الفوق غير بالكراميل، ودرت ليها هكذا واحد البسكوي ديال لوتوس. غادي تشوفوا النتيجة النهائية ديالها كيفاش جات في آخر الفيديو. هنايا غادي نشارك معكم واحد التحلية بالفلون اللي كتجي لذيذة بزاف وسهلة، وما كتاخدش معكم وقت نهائيا، كتوجد حتى لآخر لحظة. شنو غادي نحتاجو فيها؟ واحد العلبة ديال الفلون كراميل، اللي يعني كيكون فيها السكر. غادي نحتاجو كذلك واحد العلبة ديال الفلون شينوا هذاك الزرق، غادي نحتاج واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نحتاجو كذلك النشا. درت هنايا معلقه اونص، علاش كتوجد دغيا؟ لان هذاك النشا دغيا كيجمدها. غادي نحتاجو هنايا لتر ديال الحليب، هنايا كنضيف كلشي، يعني الحليب راه بارد كيف ما كتشوفوا. وغادي نحتاج كذلك القطع ديال الفواكه مقطعاهم هكذا صغار، انايا هذاك لومول درت فيه شويه ديال الكراميل من التحت، وكنضيف هكذا القطع ديال الفواكه من الفوق، وغادي نخوي هذاك الخليط ديالي ديال الفلون من بعد ما فيتو فوق النار حتى تقال ليا واحد شويه. كذلك انا هنايا نسيت، ما ضفتش واحد القطع ديال البسكوي صابلي من الفوق، نتوما ضيفوه، انا نسيتو ولكن نتوما ضيفوه، كيعطي واحد لو كروستيون رائع لهاد التحليه. هنايا بغيت نوريكم غير على السريع زعما شنو راني لابسه. لبست هاد القفطان بحال هكذا من الفوق كيجي منبت، ومن التحت كيجي في داك الكلوش كيجي على شكل غوب. ليديدات ديالو هكذا قصارين، ما يحتاجش انك تلقمي، سورتو هكذا كتكوني على الدوري وكتشقاي. دونك انايا غير بغيت نبارطاجي معاكم ان شنو لبست وصافي. ودابا غادي ندوز معكم للدريساج ديال لي بلا ديالي بعد ما وجدت كلشي. فدابا غادي نبدا بالطبق الاول اللي هو تريد بالدجاج وباللوز، واللوز اللي نسيت ما حطيتوش في التالي. المهم هنا كنحطو بحال هكذا، التريد هو الاول، كيف ما كتعرفوا صاوبتو البارح وبيتو في الثلاجه، ودابا ملي بغيت نقدمو جبدتو وسخنتو، فورتو بحال تفويره ديال الطعام نفس الشيء. فكيف ما كتشوفوا درت طبقه اوليه ديال التريد، موراها هكذا بقيت كنسقي بهذاك المرق ديال الدجاج، تعرفوا كيفاش جا في اللذه ديالو، لذيذ 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 بزاف.
كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير وتقولوا لي كي جاتكم البنه ديال هذا الطبق. هنا بالنسبه للجناب كنديروا هكذا شويه ديال البصيله، هنايا البصله جات كاراميليزي ولذيذه بزاف، سورتو بهذيك الاضافه اللي زدنا لها ديال اللوز كونكاسي. وكذلك نسيت ما ذكرت لكمش في الفيديو انني زدت شويه ديال واحد الساشي ديال الزهر، وانتم الا ما عندكمش هذاك الساشي ديال الزهر يعني الزهر اون بودغ ديروه ليكيد يعني الزهر العادي ما زهر، ولكن ما تضيفوهش من الاول، ضيفوه حتى التالي لانه كيطلق لكم المروره. ايوا صافي كنبقاو مستمرين بحال هكذا، كنزيدو التفريشه الثانيه ديال التريد، كنسقيو، كنزيدو عاوتاني البصيله، هنايا كنحايد هذوك العويدات اللي كنلقاهم هكذا ديال القرفه، كنعاود ندير طبقه ثالثه ديال التريد، كنسقيها بهذاك المرق كما كتشوفوا جا ملبي وخاتر زوين بزاف. ومن موراها كنبدا نجيب هذوك الوريقات، خليتهم هنايا البارح ثلاثه ديال الوريقات صحاح على حساب العدد ديال الدجاجات اللي عندي، وكتسقيوهم حتى هما كتفوتوهم هكذا في شويه ديال المرق وكتغطيو بهم هذاك الدجاجات ديالكم، يعني الا بغيتو تلمطو داك الدجاج بالورق ديال التريد. المهم كتجي كاضافه، كتجي زوينه عاطيه منيضر هكذا في الشوفه، اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش صافي يكتفي غير بداك التريد اللي مقطع هكذا من تحت. ومن الفوق كنزيد هذيك البصيله المعسله هكذا من فوق هذاك الدجاج، زعما الطبق اش غادي نقول لكم، راه روعه 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 بزاف. هاد الطبق هذا معروفه بالمدينه ديال فاس ومدينه فيكيك، كيصاوبوه بواحد الطريقه اللي هي لذيذه لذيذه بزاف. نتمنى انه يعجبكم هذا الطبق هذا وانكم تجربوه. وصافي دابا غادي نقدمه للضيوف ديالي، صراحه عجبهم وجلديت، شفتوا في كيفاش كتجي الحطه ديالو في الطبله، كتجي زوينه بزاف. ضروري ما كاملين هكذا كنخليو هكذا واحد لو سيرفيس هو اللي كنحطوه للضياف باش كتجي هكذا ديك الحطه ماويه وزوينه. دابا غادي ندوز للطبق الثاني اللي هو اللحم بالبرقوق. صافي كل شيء راه عندي طايب موجود، دابا غير غادي نحطها هكذا، بغيت نحط قدامكم باش تشوفوا الحطه كيفاش كتجي. صافي كندور هذوك القطع ديال اللحم هكذا على الطبسيل كامل، انا حطيت في هذا الطبسيل ديال 45 يعني راه كبير، هذا راه كيهز لكم حتى 5 كيلو ديال اللحم. وفي الوسط درت هكذا ديك البرقوق اللي عسلتو غير في ديك المريقه هكذا ديال اللحم، كيجي لذيذ بزاف بزاف بهذه الطريقه. وهذيك المريقه ديال البرقوق هي اللي غادي نزيدها من فوق اللحم، حيت اللحم طايب مالح ومع ديك الحلاوه ديال البرقوق داك الخليط كيجي زوين بزاف بزاف. وهنايا كنزيد الاناناس اللي عسلته غير في شويه ديال الزبده وشويه ديال القرفه والسكر، ودابا كنضيف هكذا اللوز من الفوق. صافي الطبق ديالنا كيجي لذيذ وبنين بزاف بزاف، وغادي نحطو حتى هو للضيوف ديالي. نتمنى انني ما نكون نسيت حتى شي تفصيل، يعني حاولت نعطيكم التفاصيل الممله في هذا الفيديو باش اللي بغى يدير شي وصفه يديرها وتستقلو زوينه كيف ما صدقت معايا. بالنسبه لهذيك التحليه ديال الكراميل شوفوا كيفاش كتجي، حطيت هكذا سوينيه من التحت اللي غادي نحط فيها لي فخوي ديالي، وقلبت هنايا هذاك الكراميل مع دوك لي فخوي كيجيو لذاذ لذاذ بزاف، ودغيا كتوجد راه تقريبا غير نص ساعه صافي كانت واجده، لان داك النشا هو اللي كيعقدها وكيتقلها دغيا، فكندخلوها للثلاجه غير باش تبرد هكذا واحد شويه وكتشد فراسها. صافي من التحت غادي نبقى نحط هذوك لي فخوي ديالي هكذا، يعني تشكيله ديال الفواكه على حسب يعني شنو عندكم وشنو متوفر. صافي غادي نزين بحال هكذا الطبق ديالي، كيجي عاطف الشوفه وكتجي فيه شوفه يعني هميه، كيجي راقي، يعني كنحطوه بواحد الطريقه مختلفه. بالصحه والراحه، كيجاك ماشي صحتكم ان شاء الله يتبنى في الصحة. آمين آمين يا ربي. والله
العافية ويزعل هاد الأمراض والبيئة ان شاء الله. واخر حاجه حطيتها للضيوف ديالي هو هذاك التشيز بورد ولا لوح الاجبان. حطيت كذلك هذيك لا طارت، شوفوا كيفاش جات لي طارتلت اللي صاوبت معاكم البارح. اليوم غير زينتهم بالفواكه قبل ما نحطهم، وضفت عليهم هكذا شويه ديال الكراميل. شوفوا الكيكه كيفاش كتجي، بلا غاناش بلا غلاساج بلا حتى شي حاجه، كتجي طوندغ وكتجي رطبه من الداخل وزوينه بزاف. راه دوك الشيء كامل العناصر المكونات ديالها كيتواتاو مع بعضهم مزيان مزيان، وديك الكريمه الحلاوه ديال الكريمه مع ديك الملوحيه ديال الماسكاربون ولا الجبن كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وانني ما كنتش طويله وممله. والى فيديو قادم، باي باي.